هل أسماء جمالية اللي عملت أي إجراء، عملية تجميل ولا لأ؟ أو غني أغنية لوائل جسار. يا حبيبي أنا جيت على الجرح. أنا ممكن أعمل الاثنين عادي يعني، ممكن أجاوبه. إيه أتفضل. عملية تجميل لأ، وائل جسار اختاري الأغنية اللي أنت عايزاها. أنت بتحبيه للدرجة دي؟ بحبه جدا. ايوه من امتى كده؟ بصي انا كنت الشخصيه الملزقه اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير وبوستر كده وبوستر كده ها وبعدين وبس. الموضوع تطور، بقيت غريبه الاطوار جدا وبقيت احضر حفلاته كلها. بيعمل حفله ببقى اول واحده تعرف الحفله دي مكانها فين. وببقى حاجزه الترابيزه اللي انا بس، اللي هو مش عايزه حد اصلا يعمل دوشه جنبي. ببقى قاعده اول ترابيزه كده وبصاله كده. لا دايما ببقى لابسه فستان، يعني مثلا حتى لو الناس لابسه عادي ببقى انا لابسه فستان كده فازاي شوفك. مع انه متجوز يعني، مش فاهمه بعمل ايه برضه، كنت صغيره. بس كنت مقتنعه بقى ان هو بقى يعني ما علينا خلاص. طب كنت حاسه ان هو واخد دوره منك ولا لا؟ ولا الهوى. ولا شايفني لحد ما في مره دي، اعتقد بقى هو خاف مني وقتها. رحت مره كنت عايزه اتصور معاه، فبعد ما اتصورنا الصوره رحت لفيت له كده قلت له، كنت صغيره والله العظيم، قلت له انت عارف ان احنا هنتجوز؟ قال لي لا والله. رحت ماشيه ساعتها قلت ما احرجش نفسي واحضر حفلات تانية عشان الموضوع كده. حافظه كل اغانيه اسماء يا حبيبي جميل. بس طب بس ما يعني بحبه، بس مش زي زمان عشان بس ربنا يبارك له في مراته وولاده. طب هو بعد كده بعد كده انت حكيتي له الحدوته دي؟ لا 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 ده انا نفسي ما اتمنى يعني. هو يعني هو هيتفاجئ بالحدوته في البرنامج. لا يبقى غني له اغنيه بقى يا اسماء. صوتي وحش جدا معلش. هو الراجل هيتقبل ما عارف، والنهاية واحدة آخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من واحدة بس خلاص. ممكن تعملين مفاجأة وتجيبيلي يبقى بيعدي كده يا حبيبتي. ينفع؟ لا انا هاخدك من ايدك ونروح له. يعني من عينيا الاثنين. طبعا تحيه كبيره للفنان وائل جسار، تحيه كبيره جدا. بص شايف بيج فان، فده الكراش بتاعك، ده كراش عمرك. بحبه. طيب اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.